بسم الله الرحمن الرحيم. ده الست حتشبسوت الله يسامحها طلع على الجبل هو معبد المقابر بتاعتهم. معبد حتشبسوت في الأقصر. في الأقصر يا جماعة حاجة كده سبحان الله العظيم. المعبد منحوت في الجبل، كان في مقبرة حتشبسوت لكن نقلوها للمتحف المصري، لكن المعبد من جوه حاجة وهم. أنا مش عاوزة أتكلم، أنا عاوزاكم تشوفوا المنظر. الملك نحته ومنحت المعبد او المقبره اللي حتشبسوت صور تليفون امين واهداها ليه. ده الجبل يا جماعه، ده الجبل. مش فاهم، انا بتكلم اصلا بصور فيديو. لا المعبد منحوت من الجبل، صراحة حاجة سبحان الله العظيم. صورنا انا يا عم خلاص، انا مش عاوزة اتكلم بصراحة، انا عاوزك تشوف المنظر معايا. على فكره اللي انت هتاخده ده انا قبل الازازه، وانت فين ازازتك؟ طب فين ازازتك؟ لا يلا تعالى عشان اقعد منك كده.